مثل ما أولى محطاتنا لليوم ضمن المساحة الطبية، حيث تتشكل أورام الدماغ نتيجة الانقسام والتكاثر غير الطبيعي لمجموعة من خلايا الدماغ. قد تكون هذه الأورام حميدة أو خبيثة في مرحلة بين النوعين. أكيد سالي، الأورام الحميدة هي أورام غير سرطانية، لكنها تبقى خلينا نقول حالات خطيرة تهدد الحياة. أما الأورام الخبيثة فتكون أسرع نمو ولديها القدرة على غزو المناطق المجاورة من الدماغ. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الدكتور تامر تامر الأخصائي بالأمراض العصبية وجراحتها. يسعد صباحك دكتور صباح. وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. دائما ضمن مساحتنا الصباحية عم يكون لنا عدة مواضيع نتطرق فيها، واليوم عم نحكي عن خلينا نقول عن الخلايا اللي احيانا بتنقسم. طبعا هيدا الشغلة انتم كدكاترة بتعرفوا فيها اكثر. خلينا نحكي عن الاعراض اللي بتصيب المريض سواء كان هذا الورم اذا كان في انقسام لجينات خبيث او حميد. طيب هلا نحكي الاورام الدماغيه مثل ما بلشتوا فيها، هي تكاثر شاذ وغير طبيعي للخلايا الموجوده بالجمجمه، لنقول بشكل عام، سواء كانت الخلايا العصبيه او الخلايا الداعمه للخلايا العصبيه او الخلايا المغلفه للدماغ بشكل عام او الخلايا الموجوده هناك خلايا عصبيه او وعائيه. طبعا هلا نحن مشكلتنا الاساسيه والكبيره بهذا الموضوع انه الكتلة هون عم تاخد حيز أو بتشغل مكان وبتضغط على العناصر والخلايا المجاورة وبتعيق عملها. فنحن هون ببلش عنا الأعراض بأول شيء بالصداع، لأنه عم يرتفع الضغط جوات القحف أو منسميه جوات الجمجمة اللي هي جوف مغلق. تاني شيء الأعراض الناتجة عن ضغط عن الخلايا العصبية المجاورة مثلا وجود ضغط على المناطق المحركة اللي بتحرك الأطراف الأربعة بتأدي لضعف أو شلل بالأطراف الأربعة، ضغط على العصب البصري ممكن المريض يصير ما عم يشوف أو يقل حدة الرؤية عنده بشكل تدريجي، وجود ضغط على العصب الشمي بعود المريض في عنده إحساس بالشم غير طبيعي، ما ضروري إنه ما يشم، ممكن يشم روائح مو منيحة، طنين بالإذن، نقص السمع. يعني حسب مكان وتوضع الورم ممكن تكون تظهر عنا أعراض مرتبطة فيه. أما الأشياء هي الصداع، الغثيان، الإقياء بمراحل تانية، والكتير متوجهنا هذا الموضوع يصير نوب اختلاج مرافقة للصداع. طيب مثل ما حكيت دكتور يمكن في طرق عديدة لحتى تكتشفوا هذا الشيء وتشخصوه، بيختلف هو بين الأورام الخبيثة والأورام الحميدة، ولكن خلينا نرجع للأسباب اللي بتأدي أصلا لوجود ورم سواء خبيث أو حميد. هل صارت الأسباب واضحة وانعرفت، وخصوصا أنه بعض الأورام الخبيثة حتى الآن ما زلنا يعني مثل ما بيقولوا نجهل أسباب تشكلها بشكل واضح؟ يعني هلا الحقيقة كتير نظريات انحطت وكتير دراسات انعدت ولحديت هلا ما اتفق المجمع الطبي على أسباب واضحة ومحددة بشكل نهائي إنه نحنا هون نقول هذا هو سبب واضح لحدوث الورم. هلا اتفقنا إنه الاستعداد الوراثي، نحن بنقول الاستعداد الوراثي هو غير الوراثي، يعني طبيعة الجينات عند الشخص سواء هو ورتانة أو هي صارت كطفرة أو مثل ما بيقولوا كوراثة طبيعية نتيجة تشارك جينات الأب والأم، فظهرت الخريطة الجينية عند الشخص. هون هاي الخريطة الجينية إذا فيها استعداد وتعرضت لعوامل محفزة ممكن أنه تتشكل هذا نتهمة لم يثبت حتى الآن أنه هي فعلا علاقة أكيدة ووثيقة، لا، لأنه نحن ممكن يكون نفس الخريطة الجينية تتعرض لنفس الأسباب بس يكون نسبة أنه ما يصير ورم، بس النسبة أكبر أنه يصير ورم. هلأ في جينات انعزلت ببعض الأورام، فعلا في جينات وراثية انعزلت ببعض الأورام أنه واتهمت أنه عم تزيد نسبة حدوث السرطان بشكل كبير أو أورام الدماغ بشكل كبير، بس ولكن هي لازالت الحالات فردية، يعني ما شكلت حالة عامة. مشان هيك نحن بنوصل لاستنتاج انه فعلا لم تضع نظريات ثابته وقويه لماذا يحدث اورام الدماغ بشكل واضح وجلي لحتى نكون قريبه لفهم المواطن. نعم، يعني دكتور في حال كان ما في خطوره، خلينا نقول ما في شيء خبيث، كيف بيتم التعامل مع الموضوع؟ وفي حال كان هذا الشيء خبيث وخصوصي انه بدماغ يعني شيء حساس كثير، كمان بيتم التعامل معه عن طبعا هلا نحن حتى بكليه الطب معروف عنا اول شيء بناخده انه
أورام الدماغ حتى لو كانت حميدة فهي مثل ما بيقولوا خطرة، لأنه الموقع بيكون حساس وارتباطاتها بالمناطق اللي جانبية حساسة كتير. يعني نحن عندنا أورام الحفرة الخلفية بتكون قريبة على جزء الدماغ اللي هو مسؤول عن الوعي، مسؤول عن القلب، مسؤول عن التنفس. بالتالي وجودها بهالمكان وضغطها على هالأماكن الحساسة بتخليها خطرة بالرغم أنها مثل ما قلنا حميدة. طبعا نحن أي مريض بيراجع عنده أعراض بتشخص على وجود كتلة أو آفة بالدماغ في له خطة عمل بتنحط. بعد التشخيص ممكن نحط خطة لأنه نكشف هل هو ورم خبيث، هل هو ورم حميد. هلا هون بيجي بيلعب دور الخزعة، خزعة بواسطة الإبرة. بعد منا بنحط الخطة إذا فينا نعمل استئصال ولا لا. هلا إذا فينا نعمل استئصال هون الخطة بتتابع، إذا كان سليم له خطة معينة، وإذا كان خبيث له خطة تانية تماما. يعني لازم يتابع بعلاج متمم، علاج كيماوي وعلاج شعاعي. وإذا لا كان حميد فبده مراقبة كل سنة مثلا بإعادة الصور لحتى نشوف في عودة لتنكس أو عدم عودة هذا الورم. يعني مثل ما قلت دكتور هاي الإجراءات يمكن هي كتير مهمة، ولكن الناس بشكل عام بتتخوف أصلا من اللي هي الخطوة الأولى اللي نحن دائما بنقول عليها بأي تشخيص لأي مرض. الخطوة الأولى اللي هي الكشف، اللي هي التصوير، الأشعة، اللي هي أساسا يمكن بعض التحاليل اللي ممكن تنعمل لحتى الإنسان يعرف إذا عنده ورم أو تشكل. وغالبا أورام الدماغ يعني من الأعراض بيكون في وجع ألم بالرأس، وحكينا سابقا أنه المريض بيستسهل بيأخذ أدوية المسكنات. نعم. مراحل هي الأورام وكل نسبة خلينا نقول الشفاء أو كيفية التعامل مع كل مرحلة. طيب نحن هون يعني هذا السؤال كتير مهم الصراحة، لأنه قلت لك نحن كتير بنلاحظ أنه المريض كنا نحن بالمركز فبيراجعنا المريض بعد ما يكون مشخص بعد رحلة طويلة أو وصل للمرحلة الأخيرة تقريباً. هاي هي الأساس. يعني نحنا بتلاقي المريض إجا لعنا عنده صداع من سنتين ثلاثة عشرة أو من ثلاثة أشهر حتى وما تابع ولا عمل أمور حبة مسكن. طيب نحن أي صداع هو ورم دماغ؟ هون السؤال المضاد. طبعا لا، مو أي صداع هو ورم دماغ صراحة. يعني في عوامل معينة لازم تنبه إنه هون لا لازم ندير بالنا للطبيب، سواء طبيب عام أو طبيب أخصائي بغير اختصاص العصبية، أو للمريض. طبعا زيادة حدة الصداع بشكل كبير، ترافق الصداع مثل ما قلنا معنوة باختلاج، ترافقه مع أعراض عصبية تانية، ضعف البصر، ضعف إيد، ضعف رجل، وجود أعراض أحيانا تغيرات بالشخصية. يعني هون لازم ندير بالنا أنه أحيانا المريض تلاقي بلش فيه شيء خطأ، ما عم يعرف يقرأ منيح، ما عم يعرف يكتب منيح، ما عم يعرف يحكي، في خربطة بالحكي أو مثل ما قلتي تراجع بالقدرة على التركيز مرافق للصداع أو مرافق لأعراض تانية. هذا مثل علامة خطر وتنبيه أنه لازم نجري استقصاءات تانية. هلا إذا بدنا نرجع لكمالة السؤال تبع أنه حسب المرحلة اللي بتشخص فيها المريض. طبعا نحن بنعاني كتير من موضوع انه مريض مثلا شخص له آفة بنقول له بدنا ناخذ خزعة لنحط خطة. بتعرفي الشائع عنا انه الخزعة من اورام الخبيثة تريد تؤدي لنشرة او تؤدي، طبعا هذا دجل ومثل ما بيقولوا تخلف موروث. طبعا ما له علاقة الخزعة بنشر الورم، المرض الخبيث له سيرورة مرضية معينة انه اذا بده ينتشر فهو رح ينتشر ضمن سيرورته، ضمن طبيعته. سواء اتخذت الخزعة ودرجة. او ما اتخذت، طبعا سواء اتخذت الخزعة او ما اتخذت. نادر جدا جدا الاورام اللي بتنتشر بالمكان، يعني انه عن طريق انه انتشرت خلية اثناء سحب الخزعة. يمكن غير الخزعة حتى احيانا بيقولوا العمل الجراحي كمان بيؤدي لنشر. يمكن معلومات كتير خاطئة بيعتقدها خلينا نقول المريض او بيبرر اسباب تانية. خلينا ننتقل للاعمار يلي بترافق هيدي الاورام. هل في اعمار معينة ولا هي ما بتعرف عمر؟ ممكن يكون مع طفل مثلا، شاب، رجل، أو بتختلف من المرأة؟ هو الحقيقة سؤال كمان حتى نجاوب عليه، بيزداد نسبة وحدوث الأورام الدماغية مع ازدياد العمر. تماما. فمنلاقيها شائعة جدا عند المتقدمين بالسن. والحقيقة للأسف يعني بتزداد نسبة أنه يكون الورم خبيث مع ازدياد العمر، وبتكون النسبة أقل بالأعمار الأقل.
فنحن هون طبعا عند الأطفال في لهم أورام بس مختلفة عن يعني شيوع نسبة الأورام مختلف عن شيوع نسبة الأورام اللي عند الكبار. يعني الأورام الشائعة عند الأطفال اللي هي بالحفرة الخلفية الميدلوبلاستوما أو ورم الأرومي بيختلف نسبة شيوع عند الكبار، هو نادر عند الكبار بيشيع شيء تاني عند الكبار، عرفتي شلون؟ فكل عمر له أورام شائعة، ولكن بشكل عام مع التقدم بالسن تزداد نسبة الأورام تزداد نسبة خباستها. دكتور حضرتك من الدكاترة دائما بيعملوا بحوث جديدة وبيطلعوا كمان على خلينا نقول البحوث العلمية العالمية لمحاولة تطبيقها بسوريا، خلينا نحكي عن نسب هذا الأورام بسوريا حاليا تقريبا، هل زادت؟ هل نحن مسيطرين عليها أكثر؟ في نسب شفاء؟ في تقدم من الناس مثلا بأنها تروح بوقت مبكر وتكتشف مثل هاي الأورام؟ الحقيقة لكن احنا اذا بدنا نحكي عن النسبة فهي نسبة تماثل النسبة العالمية. ممكن يكون شائع فكرة انه هالامور انتشرت اكثر بهذا الزمان. هلا اوكي نحن انتشر نسبة كشفها الحقيقة لانه صار الكشف اسهل، صار الوصول المريض للخدمات الطبية اكثر، فنحن صار عندنا تطويل مثل ما بيقولوا إطالة بعمر بعض الاورام الثانية، فبالتالي عم يصير في احيانا نقائل للدماغ وبتحسي انه مثلا في امراض انتشرت بس هي فعليا ما انتشرت اكثر، هي صار في كشف عن الموضوع اكثر. في كثير ناس كانت تتوفى وما ينعرف السبب او ما تندرس، ما تلحق تعمل صور او تعمل دراسه كافيه. فنحن ضمن الدراسه الطبيه لازلنا ضمن النسب العالميه المعروفه. طبعا هلا اذا بدنا نقول يعني قديش عم تقدم لخدمه، طبعا نحن هون مرينا بظروف صعبة ما رح ننكر، يعني هذا أدى أنه في كتير من أدواتنا طلعت عن الخدمة، عم نحاول الرجعة بشكل متدرج، والحقيقة يعني عم ننجح بكتير من الحالات الحمد لله، وعم نقدم الخدمة اللي نحن بنلاقيها مرضية للمواطن. بس كمان نحن عم نعاني من صعوبات كتيرة. أول شيء مثل ما قلتي أنه نحن هيك أورام بهيك أماكن خطيرة بحاجة لمعدات كتير حساسة وكتير دقيقة، وبدها تعاون من المريض يعني بشكل خاص انه يتفهم نسبة الخطورة، انه لازم ينعمل هذا الموضوع ولو فيه نسبة خطورة لانه هو هون في فرص الشفاء. كثير منعاني من مواضيع الطب البديل ومن مواضيع الشائعات، مثلا انه نطلع افلام مكان عم يجمدوا الورم ويستأصلوه بعد التجميل واخترعوا دواء. بتعرفي المريض بهيك حالات بتعلق بالاشياء وبينباع وهم تمام. وكثير نحن فعلا من صادفة يوميا وبشكل دائم انه نحن هون لا بدنا نطلع هيك لنعمل هيك لنسوي هيك، ما في خطة علمية، ما في مثل ما بسموه خطوط أساسية للعلاج انه يتبع المريض ويقتنع فيها يعني. بس ولكن بشكل عام الموضوع مرضي، يعني الخدمة الطبية مرضية. نعم، يعني يا دكتور قديش مهم دائما يكون في تخطيط دماغي بشكل يعني خلينا نقول مثل مستمر ليقدر الشخص ما يهمل حاله في حال وجعه راسه بشكل مانو منطقي أو مانو طبيعي، ما يأخذ مثلا دواء لحاله يقول ايه هيدا وجع راس. قديش لازم يكون في عنده وعي تخطيط، لازم يعمل تخطيط للدماغ، قديش ضروري هذا الشيء كتير بنشوفه قليل حقيقة. يعني أنا بدي هون أطرح فكرة، يعني نقول الأورام الدماغية بتختلف عن أورام بقية الجسم، ما في إلى دور كشف مبكر تماما للأسف. هي معنا يعني ما في فحص دوري ويقائي نعمله بحيث أنه نكشف عليها بشكل مبكر. في عنا أورام دماغية للأسف خبيثة عمرها 3 أشهر، يعني ممكن تظهر خلال 3 أشهر وتكون وصلة لمراحل كبيرة، هاي خاصة عند المتقدمين بالسن. فنحن هون الفحص الدوري لا، ما في عنا هذا المخطط انه نعمل فحص بشكل متكرر. ولكن مثل ما حكينا ومثل ما نبهتي حضرتك انه نحن في علامات معينة لازم تعطي إشارة للمريض ولا الطبيب اللي ما هو أخصائي انه يحوله للطبيب الأخصائي او يتابع بدراسته ليوصل لنقطة كشف المرض. يعني مثل ما انه مو اي صداع هو ورم الدماغ، وكمان مو اي صداع هو صداع عادي. هون تلعب خبرة الطبيب، يعني ياما مرضى بيجونا كمان عنده النقص بالرؤية صار لهم 2 و3 وحتى 5 سنين، العين كل ما لا بيكبر يعني النظارة بس يعني بيزيد من درجة النظارة بس ما خطر له انه يعمل
صورة أو مرنان أو دماغ أو فحص عصبي لحتى يكتشف أنه ها لا في كتلة ولا ضغط على العصب البصري وهي اللي مسببة المشكلة. نوب اختلاج، كثير من المرضى اللي عندهم نوب فقد وعي بيعملوا تخطيط دماغ، ما بتندرس الدماغ كشكل أنه في مشكلة حقيقية هي اللي غيرت كهربائية الدماغ، بياخدوا دواء الاختلاج ما بنحس على الكتلة إلا بعد ما يكون صارت نوب الاختلاج لا تستجيب على الأدوية الاختلاج، فمنبعته على الصورة بنكتشف أنه كان في كتلة مفروض نكتشفها من سنتين وثلاثة. وطبعا كوننا مثل ما قلت لك نحن بالمركز هون فبتجينا هاي القصص كتير، وللأسف منصادف المريض بخواتيم القصة تبع أنه والله صلنا 3 سنين صلنا 5 سنين. هون طبعا نحن من الثقافة اللي لازم ننشرها أنه ما نخجل من المريض أو أنه والله ما بدنا نكلف المريض، لا، إذا في أي إشارات هي الصحة أهم شيء، يعني أي إشارات معينة لا منكلف 5 مرضى لنكتشف مريض بشكل صحيح. مبكر منكون أنقذنا حياته. صحيح. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطة مهمة، يمكن مثل ما قلت الأورام الخبيثة أو حتى الحميدة اللي بتكون بالرأس إلى خصوصية لمكان تواجدها أصلا بمكان دقيق بيشرف على الجسم كله، ففي حساسية ممكن أي خطأ صغير يمكن يؤدي إلى كارثة بجسم الإنسان، ممكن يفقد قدرته على البصر أو نسب الخطورة، وهذا الشيء أكيد أنتم بتدرسوه بشكل كتير كبير قبل ما تقوموا بعمل جراحي سواء لاستئصال كتلة حميدة أو خبيثة. هلا الحقيقة مثل ما قلتي هو له علاقة بتوضع الورم، صراحة في أورام خطيرة جدا موجودة في جزء دماغ، ونحن بهي الأورام نكتفي بإجراء الخزعة، وهي حتى إجراء الخزعة بحد ذاته هو خطر تماما، ونحوله للعلاج المتمم الشعاعي الكيماوي. في أورام تانية بمناطق بنسميها مناطق صامتة بالدماغ، هون الخطورة بتكون منخفضة، بتتعلق بمخاطر الجراحة الدماغية، فتح الدماغ مو أكتر. في مناطق حساسة، يعني مناطق المحركة نسميها المحركة لليد للساق للطرف اللي ممكن أزيتها أو حتى التداخل عليها يؤدي لخزل أو ضعف بالطرف، هون في خطورة لازم يعرفها المريض قبل ويتفهم مظبوط شو النتائج الناتجة عن الجراحة قبل ما نحن ندخل بالجراحة. لا، في كتير أدوات بتساعدنا مثل التخطيط داخل العملية إنه هون هاي المناطق حساسة أو وظيفية لازم نبعد عنها، هون لا مو حساسة ممكن نتداخل منها. في حالات ما بتلجأوا أبدا للجراحة خوفا على إنه ممكن المريض يصير معه شيء لا قدر الله أثناء العملية، فبتبتعدوا أبدا عن الجراحة، تاخذوا فقط علاج دوائي حتى لو طبعا مثل ما قلنا أورام جزء دماغ هي منطقة صغيرة ضيقة مليئة بالمناطق الوظيفية اللي لها علاقة بالقلب والتنفس، يعني ممكن يتوقف القلب ممكن يتوقف التنفس أو ما يستعيد المريض وعيه بعد الجراحة الناجحة، يعني هذا حتى ممكن بعد الجراحة الناجحة أنه ما يستعيد أي يصير معه اختلاطات كبيرة. هون منكتفي بإجراء الخزعة وتشخيص المرض وإحالته للعلاج المتمم. في كتير أدوات مثل ما قلت لك بتساعدنا، هلأ نحن عم نستخدم شيء جديد هو إنه نستخدم الليزر بتصغير حجم الأورام أثناء الجراحة وبعدين استئصالها بشكل كامل. نعم تمام. يعني دكتور قديش نسبة الشفاء عم بتكون، وهل عمر الكتلة أو الورم هو كمان له تقدير للمدة الزمنية للشفاء، وهل عم يكون في شفاء تام وبسرعة؟ طبيعي احنا في الاورام الحميده بيلعب دور عمر الكتله لانه بياثر على حجمها، فكل ما صغر حجمها استئصالها بكون اسهل واختلاطاته اقل. 2 نسبه الشفاء بتعلق بطبيعه الورم. بالحالات الحميده الحمد لله نسب الشفاء كثير عاليه ومرضيه، وحتى بالحالات المتوسطه الخباثه كمان نسب الشفاء. طبعا هون ما في شفاء، كلمه شفاء بالنسبه للخباثه ما في شفاء تماماً. في بيسميه هجوع تثبيط تثبيط الورم، وانه نميل انه يهجع ولا يتطور اكثر من المرحله اللي موجود فيها. طبعا نكس فيما بعدين بتعلق بنسبه قديش شلنا من الورم، قديش استجاب للعلاج الكيماوي والشعاعي، كمان في نسب مرضيه، ولكن للاسف في الاورام الخبيثه النسب غير مرضيه جدا. حتى اخر محاضره نحن اللي قدمناها احد الباحثين الكنديين باورام الدبقيه الدرجه الرابعه بعد ما قضى 30 سنة من عمره دراسة بهاي الأورام
كان الكتاب اللي كتبه للأطباء من خبرته يعني إنه how to lose your battle، كيف تخسر معركتك. فبالتالي بالنسب المتقدمة بحال إهمال وصول للدرجة الرابعة عم تكون للأسف النتائج سيئة. نعم. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور تامر على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله يا رب يكون كل الناس استفادت من معلوماتنا لليوم، ونتمنى اكيد الشفاء اكيد لكل يلي عم يتابعنا، ان شاء الله يا رب ما حدا بيوصل لمراحل متقدمه. وبدي اتشكرك على وجودك معنا. أهلا وسهلا وشكر لكم جميعا. شكرا كثير لك دكتور تامر.